Alors aujourd'hui, là, بغينا نوصلوا ان ميساج تري امبورطون لي باسيون والمواطنين كاملين، هو ان اول حاجه كنديروها هو ان كنتريتيو لي دون، ولكن هذه ماشي هي الخدمه الوحيده اللي عندنا وماشي الخدمه الاساسيه اللي عندنا. اللي مهم عندنا هو التوعيه والتحسيس على الصحه ديال الاسنان، صافي دير كو خصنا نديرو ان سويفي توتال للصحه ديال الاسنان ديالنا، لان كيف ما كتعرفوا السنيونات واخا صغار واخا كيبانوا لنا مهمشين في الصحه ديالنا كلها، ولكن راه كيقدروا يديروا لنا مشاكل في الرئه، مشاكل في القلب، في التنفس، كيديروا مشاكل عند المراه الحامل. دونك دائما خصو يكون ان سويفي على الاقل واحد المره حتى لجوج في العام عند الدونتيست، لان حنا قبل ما اننا نتريتيوكم حنا هنايا باش ننصحوكم باش تعرفوا المشاكل اللي عندكم ونحاولوا نيفيتيو او ماكسيموم لي سوان اللي كيداروا عندكم. نتمنى نكونوا في المستوى ديال الترقبات ديالكم، ونتمنى ان كل شيء يحاول يدير ان سويفي مع لو دونتيست ديالو كساسوا في اي بلاصه كانوا فيها باش نعموا الصحه ديال الاسنان ديالنا. الوغ الهوليوود سمايل هذا كنسمعوا هذه الهضره بزاف ديغنييرمون. اول حاجه بدا الناس خصهم يعرفوها سي كو السنان ماشي غير الاستيتيك، سي فري كو الواجهه ديالنا هي السنان ديالنا، هي الضحكه كتكون مقبول عند الناس، ولكن قبل ما اننا نديروا شي حاجه لي استيتيك خصنا نشوفوا سكون ابير حنا تو سكي فونكسيونيل، سادير كو اي حاجه اللي كتخدم لينا على الفم ديالنا، على الفك ديالنا، واش عندنا شي مشاكل تحت منهم، عاد كنشوفوا لو كوتي استيتيك. لو هوليوود سمايل بسكون ابل ان جينيرال كوم سا، هما سي دي فاسيت كيكونوا سي دو كا بار كا، ماشي اي واحد يقدر كيجي وكيديرهم. خاص اول حاجه يكون اون كونسلطاسيون مع لو ميتان ديالكم، كيدير لك اون اناليز ديال لو فيزاج، كيدير دي اناليز وحدين اخرين ديال دي راديو ايتترا باش كيعرف واش لو كا الي ادابتي ولا ماشي ادابتي. دونك قبل ما نمشيو عند اي واحد ونمشيو لشي بلادات وحدين اخرين ونديرو فيهم لي سوان دونتيغ ديالنا ونمشيو نقادو غير ليستيتيك، نشوفوا لي ميتان ديالنا حنا هنايا يديروا معنا تتبع ديال لو كا، وملي كتكون نيسيسيتي ديال اننا نديروهم راه نقدروا من بعد نديروا. هو بالنسبه لهذا الصرح الطبي هو اليوم كما كنقولوا حاجه اللي هي جديده، لانه سي ان سونتر بلوري ديسيبلينير، سي ان كلينيك بلوري ديسيبلينير فيها بزاف ديال الاختصاصات اللي كتقدر تاخذ لينا مجموعه اننا نشوفوا مجموعه من المرضى اللي كيقدروا يكونوا ذوي احتياجات خاصه، ممكن تخيطيو بزاف ديال لي مالادي، سورتو انه الان اليوم كنعرفوا ان صحه الفم مهمه جدا، لان الاسنان اليوم هو الباب ديال الامراض، فهمتيني، الباب ديال الامراض اللي كاينين. مثلا انه باغ اكزومبل الا كان عندنا لي مالادي باغودونتال باغ اكزومبل اللي يقدروا ياثروا لنا على القلب ديال المواطن، وهذا وبالنسبه لهذا الصرح الطبي هذا الهدف ديالو هو انه يحسن الجوده ديال الخدمات ديال طب الاسنان اللي ديجا هي متميزه في مدينه مراكش، ولكن بطرق اخرى. مثلا نقدروا نهضروا ونقدروا نقولوا انه البحث العلمي اليوم انه ممكن هنايا عندنا يوصل دو كونفيرونس اللي يقدروا يتشاطروا فيها الاطباء ديال مدينه مراكش كاملين الاراء ديالهم، وانهم يديروا تكوين مستمر باش يطوروا طب الاسنان في هذه المدينه هذه.